تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فاجتهدوا فيها في الدعاء والعبادة. وقد يوفق بعض الناس لأن يرى علامات على أنها ليلة القدر، لما روى الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال العلماء: فقولها رضي الله عنها وعن أبويها أرأيت إن علمت دل على أنها قد تعلم، يضع الله جل وعلا بعض العلم لبعض خلقه من علاماتها وأماراتها، لكن لا يلزم من كون الإنسان لم يرى علامة عليها على أنه لم يقمها ولم يحيها، فليس هناك تلازم ما بين العبادة والقبول وبين وجود أمارة وعلامة على أنها ليلة القدر. اجتهدوا في الأوتار واجتهدوا في الشفع من كل الليالي. واعلموا عباد الله أننا جميعا لنا ذنوب نحب من الله أن يغفرها، ولنا عيوب نحب من الله أن يسترها، ولنا آمال نحب من الله أن يحققها، ولنا ديون نحب من الله أن يقضيها، ولنا مخاوف نحب من الله أن يؤمننا منها، وكل ذلك لا يعطيه ولا يدفعه إلا الرب تبارك وتعالى. فعلقوا بالله أنفسكم واحمدوا الله كثيرا، وابدأوا الدعاء بكثرة الثناء عليه، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. ثم صلوا بعد حمدكم لله والثناء عليه على نبيكم، ثم تقربوا إلى الله بصالح الدعاء ملحين موقنين بالإجابة، لعل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.